السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحيم بن عبد الرحمن العجلان. قدم لكم مشروع وقف الإسسكو التنموي، وهو مشروع مطروح لدى اللجنة، لدى الإدارة القانونية، لكن أحببت أن أكون لبنة من لبناته فقدمت هذا المشروع. بالنسبة للأوقاف، اهتم المسلمون بالأوقاف منذ القرن الأول الهجري، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف وأوقف وأوقف الصحابة، ومن تلك الأوقاف وقف بئر عثمان رضي الله عنه التي ما زالت حتى اليوم ينتفع منها الناس، وهي مسجلة في الهيئة العامة للأوقاف منذ أكثر من 1400 سنة. الأوقاف هي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الأصل فيها أن يكون ثابتاً غير مستهلك. قدمت أنواع الأوقاف المقترحة أن تكون على 3 أنواع: أوقاف عامة، وأوقاف خاصة ببرامج، وأوقاف خاصة ببرنامج واحد. الأوقاف الخاصة، الأوقاف العامة، هي التي تدعم جميع مصارف الإسسكو ولا تتخصص ببرنامج معين أو مصرف معين. والأوقاف الخاصة بالبرامج هي التي تكون تدعم مثلا التعليم أو الثقافة أو كذا، كل البرامج التي تتعلق بالتعليم أو تتعلق بالثقافة. والأوقاف الخاصة ببرنامج واحد هي الأوقاف المخصصة في برنامج واحد معين مخصص، مثل اللغة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وغيرها من البرامج الخاصة. بالنسبة لإدارة الوقف، هو مقسم على قسمين: إدارة الأوقاف وهو مجلس الإشراف، وإدارة الأوقاف عامة، وإدارة الوقف الواحد. إدارة الأوقاف العامة وضعته مجلس الإشراف لأوقاف الإسسكو أو مجلس الإدارة والاستثمار، وهذا المجلس لابد أن يكون مجلسا مستقلا عن الإسسكو، وله صلاحية تعيين النظار للأوقاف وعزلهم وحفظ أصول الوقف وريع الوقف واستثمار هذا الريع. ويتكون مجلس الإشراف من 9 أعضاء، 3 من الواقفين، ولا بد أن يحدد هؤلاء الواقفين الذين دعموا بمبلغ محدد، وعضو من أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام، و4 أعضاء من ذوي الخبرة كما هو مبين في هذا الوصف. بالنسبة لمجلس النظارة، هذا مجلس النظارة يكون على لكل وقف مجلس نظارة على حدة. قد يكون مجلس مكون من عدد من الأشخاص، وقد يكون شخص واحد على حسب نوع الوقف، وقد يكون أفراد، وقد يكون شخصية اعتبارية مجلس النظارة. ويكون لمجلس النظارة إدارة الوقف المعين، واستلام الريع وإصلاحات الوقف من الريع، وتسليم المتبقي لمجلس الإشراف بعد ذلك. طرق الدعم للأوقاف بعد تقسيم الأنواع الأوقاف إلى أوقاف عامة وخاصة ببرامج وخاصة ببرنامج معين، فالطرق المقترحة بالنسبة للأوقاف العامة أن يكون الدعم من قبل الدول بعد تحديد نوع الوقف وجدول الوقف، ثم يطلب الدعم من الدول بعد ذلك لهذه الأوقاف. بالنسبة للأوقاف الخاصة بعدد من البرامج، فالطرق المقترحة في ذلك أن يكون الدعم من قبل الدول أو من قبل المؤسسة المانحة أو الأفراد عن طريق الصناديق الوقفية. بالنسبة للأوقاف الخاصة ببرنامج، الطرق المقترحة في كذلك عن طريق المؤسسات المانحة أو الصناديق الوقفية. من الخطوات المهمة قبل أو عند الاتفاق مع الدول المراد الاستثمار فيها في هذه الأوقاف، أن يكون عند الاتفاق الاهتمام بالأنظمة الداخلية لهذه الدول في النظارة على الأوقاف وإدارة هذه الأوقاف، خاصة من الشخص الأجنبي، باعتبار أن الإسسكو هي أجنبي عن الدول. طريقة إدارة هذه الأوقاف، صلاحيات الإسسكو في إدارة هذه الأوقاف، وتعيين النظار وعزلهم، وآلية انتقال النظارة. من أنواع الأوقاف، الأوقاف المشهورة قديماً مثل الأوقاف بناء المباني أو الفنادق أو غيرها والأكاديميات، وهناك نوع من أنواع الأوقاف الحديثة اليوم هي أوقاف النقود. كان الخلاف موجود فيها عند الفقهاء قديما، صدر فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز وقف النقود، وهي أن تكون النقود هي الوقف، بحيث تستثمر وتبنى المباني بهذه النقود. أما المباني فلا تكون أوقاف، بحيث يمكن بيع هذه المباني واستثمارها وانتقال من مبنى إلى آخر،
لأن النقود هي الوقف. ومن أمثلة النقود أو وقف النقود الموجودة اليوم المحافظ الاستثمارية، وهي أوعية مالية توضع فيها هذه الأموال لاستثمارها، وكذلك الصناديق الاستثمارية الوقفية قررتها بعض الدول، وهي خدمة اجتماعية تمكن المجتمع من دعم هذه الصناديق لدعم القطاع الثالث، لكن بشرط أن يحدد نوع الصندوق ومن يدير الصندوق وآلية إدارة الصندوق. بالنسبة لإدارة الوقف، إدارة الوقف عندنا إدارة مكان الوقف عفواً عندنا إدارة الوقف مكان الإدارة ومكان الأوقاف المستثمرة. أما إدارة الوقف فأحد أمرين، إما مكان المقر لوجود الاتفاقيات وسهولة التواصل والقرب، وخاصة هذه هو الموجود في الأوقاف المشابهة، أن تكون إدارة الوقف في نفس بلد المقر، أو كذلك يكون في أحد الدول التي يتميز فيها النظام الوقفي من دول الأعضاء. ذكرت ثلاث دول تتميز في النظام الوقفي: السعودية وتركيا وماليزيا، وخاصة مع وجود عدد من الخبراء في هذه الدول المختصين في هذا الجانب. أما مكان الأوقاف المستثمرة فيؤثر فيه عدة عوامل، يؤثر فيها الاتفاقيات بين السوسكو والدول، يؤثر فيها الموقف إن كانت إحدى الدول هي الموقفة فيلتزم بمكان الذي حددتها الدولة الموقفة، كذلك يؤثر فيه نوع الوقف إن كان وقف مثلا محافظ استثمارية أو صناديق وقفية استثمارية، فلا بد أن يكون الوقف في أحد الدول التي نظمت مثل هذه الصناديق أو المحافظ الاستثمارية. الأوقاف المشابهة ذكرت وقفين، وأوقاف جامعة الملك سعود، أنشأت جامعة الملك سعود عدد من الأوقاف الأبراج في محيط الجامعة، وضعت لها إدارة مستقلة، وكان إنشاء هذه الأبراج عن طريق الشركات التجارية في الغالب، كذلك أو استثمارات اتحاد إذاعات الدول العربية، وهذه الاستثمارات أنشأت الاتحاد إذاعات الدول العربية، أنشأت مجموعة من الاستثمارات لم تسميها بمسمى وقف، ولكن أنشأت فندق وأكاديمية وكذلك مبنى إداري في طور الإنشاء. التوصيات: الأول أن يكون الوقف وقف نقود في غالبه، ولا يكون وقف مباني لإمكان التصرف في هذه النقود وتسيير النقود متى ما تعطل الوقف أو نقصت منافع هذا الوقف، بالإمكان بيعه واستثمار في وقف آخر، ويكون الوقف مستثمر لهذه النقود. التوصية الثانية أن تكون إدارة الأوقاف إدارة مستقلة عن الإسسكو. التوصية الثالثة الاستفادة من الخبرات في الخبرات الوقفية من المؤسسات أو المراكز الوقفية، وذكرت مجموعة منها في المملكة العربية السعودية، منها الهيئة العامة للأوقاف ومنها مؤسسة واقف واستثمار المستقبل وغيرها. وشكرا لكم.